ثمن مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بإيران براين هوك الشراكة المستمرة بين البحرين والولايات المتحدة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين لكشف نشاطات النظام الإيراني الخبيثة في المنطقة. وأشار المبعوث الأمريكي في مؤتمر صحفي كشف فيه مجموعة من الأسلحة المصنعة إيرانيا لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، أشار إلى أن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، وهي جهود تحظى بالدعم الكامل من الإدارة الأمريكية. في مؤتمر صحفي عرض فيه مجموعة من الأسلحة التي تم تصنيعها في إيران بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يعمل النظام الإيراني من خلاله على زعزعة الاستقرار في مملكة البحرين ودول المنطقة، حيث تأتي هذه التصريحات في وقت تمكنت فيه مملكة البحرين من خلال جهود أمنية متواصلة من التصدي للعديد من التدخلات الإيرانية وإفشال المخططات التي عملت إيران على دعمها على امتداد السنوات الأخيرة. There are several new small arms of Iranian origin included here, such as sniper rifles, RPGs, AK variants, and hand grenades. These have been provided to us by Bahrain. هناك مجموعة من الأسلحة المصنعة إيرانيا موجودة هنا، مثل أسلحة قنص ومتفجرات وصواريخ RPG وغيرها، وتم تزويدنا بهذه الأسلحة من قبل مملكة البحرين. إيران زودت هذه الأسلحة إلى جماعات متطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف البحرين، وأود أن أتقدم بالشكر لمعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية لالتزام معاليه الكامل بكشف النشاطات الخبيثة للنظام الإيراني. وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن نهج النظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة عانت منه الكثير من الدول على مدى السنوات الماضية، وهو ما يجب مواجهته بشكل صريح، مشيدا بجهود سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتعاونها المستمر مع الإدارة الأمريكية، مشددا على أن الولايات المتحدة تساند مملكة البحرين وتقدر جهودها في التعامل مع الجماعات المتطرفة، مؤكدا على أن التعاون بين البلدين حاسم لتحقيق الأمن والاستقرار. But the United States stands with Bahrain to protect its sovereignty, and we will continue to work together to identify and intercept armed shipments in the region. الولايات المتحدة تقف إلى جانب البحرين للحفاظ على سيادتها الوطنية، وسنواصل العمل مع البحرين لإيقاف تمويل الجماعات المتطرفة بالأسلحة في المنطقة. التعاون المستمر بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعد حاسماً لأمن واستقرار المنطقة. هذا المؤتمر الصحفي يسلط الضوء على تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه البحرين بالتعاون مع المجتمع الدولي لكشف نشاطات النظام الإيراني الخبيثة والسياسات الهدامة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم.